بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بجزيل الشكر لسيغانغام.نت على حضوره الدائم معنا في هذه اللقاءات، وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأتقدم بالشكر والتقدير لمدرسة أم المؤمنين التي احتضنت هذا اللقاء المتميز، وأيضا المؤسسات المساهمة والمشاركة في هذه المسابقة الشريفة، وأيضا لجميع المتعاونين والمتعاونات الذين يسعون دائما إلى إنماء كفايات التعاون، كفايات التآزر والتعاضد من أجل بناء شخصية المتعلم. إذن لقاؤنا اليوم بطبيعة الحال يهدف إلى تحقيق أهداف نبيلة، ويمكن أن ألخصها في بناء أواصر علاقات قوامها التواصل ثقافي، تواصل وجداني. ويمكن أن أقول على أن هذه المسابقة إن شاء الله لن يكون فيها فائز ولن يكون فيها غالب، بل سيكون هناك تواصل ثقافي وسيفوز فيها الجميع، وسوف تتحقق الأهداف إن شاء الله النبيلة التي نسعى إلى تحقيقها. إذن فشكرا للجميع، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الاستفادة وهذا الإشعاع سيعم جميع المؤسسات الموجودة بالإقليم. فشكرا مرة أخرى للجميع. اليوم احتضنت مؤسسة أم المؤمنين مسابقة ثقافية اللي تنظمها فرع جمعية دينية التعاون المدرسي بالمعذور في تنسيق مع النيابة الإقليمية، وفي الحقيقة هذا واحد الفرصة للالتقاء بالتلاميذ ديال المؤسسة ديال المتواجدة على صعيد بلدية صنغان، وفرصة للتواصل فيما بين التلاميذ، ونتمنى أنه هذه المسابقات هذو يستمروا لأن ما فيها غير الخير والاستفادة بالنسبة للتلاميذ ديال المدينة.